تحياتنا للجميع بحلقة جديدة من كلوز شوتس. بحلقتنا لليوم رح تكون بداية لسلسلة جديدة من الحلقات رح تتقدم بشكل مستمر عبر القناة. بالسابق قدمنا حلقات من الأقوى بين ياسر عظمي ودريد لحام، بالإضافة لمقارنة إجمالية بين قصي خولي، تيم حسن وباسل خياط. هالسلسلة الجديدة رح تتبنى هالفكرة بصيغتها العامة، لكن المقارنة بين النجوم رح تكون بشكل ممنهج وشامل أكثر. فبكل حلقة من هالسلسلة رح نتبع أسلوب النقاط أو العلامات يلي بالنهاية رح تكشف لنا مين الفنان الأقوى بهالتحدي. بهالسلسلة هي رح نحاول قدر الإمكان اتباع أسلوب أكاديمي بالطرح، فالتقييم العام رح يكون بناء على دراسة شاملة لتاريخ الفنان، مسيرته الفنية ونوع الأدوار يلي تميز فيها أكثر من الفنان المنافس. يجب التوضيح أنه هالسلسلة هي تحدي افتراضي لا أكثر، مبني على تقييم فريق كلوز شوتس لعشر عناصر أساسية، والفنان الأقوى رح ياخذ نقطة واحدة لكل عنصر فني ليكون المجموع 10 نقاط، ومن الممكن جدا انه يختلف او يأيد بعضكم المقارنة، فبالنهاية الفن بشكل عام كان ولا يزال ورح يضل يخضع لتفضيلات النقاد وذوق الجمهور. خلونا نبلش. العنصر الأول هو دراسة التمثيل أكاديمياً. السؤال الجوهري هو هل الممثل بيحمل شهادة أكاديمية بتأهله للاحتراف المسرحي حتى قبل خوضه لأي تجربة تلفزيونية أو سينمائية؟ أو اقتحم عالم التمثيل بسبب الموهبة واكتسب الخبرة الفنية بالضاهي الشهادة الأكاديمية؟ من المؤكد أن الموهبة والدراسة هن عنصرين لا يمكن تفريقهم، فالموهبة بدون دراسة من الممكن جداً أنه تنتهي عند حد معين، والدراسة المسرحية مع نصف موهبة من الممكن جداً أنه توصل لدرجات فنية كبيرة. وبالنسبة لكريس بشار وسلافة معمار فالنجمتين بيمتلكوا مواهب فذة، والأهم من الموهبة بالدراما هو الاستمرارية والاجتهاد والتطور الدائم، وبدون شك أن النجمتين وصلوا لهالمعادلة الصعبة. بداية كريس بشار الفنية كانت من بعد انضمامها لفرقة زنوبيا للفنون الشعبية المسرحية، واستمرت مع الفرقة لمدة 3 سنوات قبل دخولها للدراما التلفزيونية. أما سلافة معمار فمن بعد دراسة الأدب الإنجليزي لمدة سنتين بجامعة دمشق أصرت على دراسة التمثيل أكاديميا بالمعهد العالي للفنون المسرحية. برأينا إذا اجتمعت الموهبة مع الدراسة الأكاديمية بالإضافة للجهد والتطور الدائم بيضاعف إمكانيات الممثل وبيوضعه بمكان بيميزه عن الباقي. لهيك هي النقطة الأولى بتروح للنجمة سلافة معمار. النقطة الثانية هي الخبرة الفنية، وسنوات العمل بالمجال الفني هي أحد العناصر الأساسية اللي بتساهم بنجاح الفنان واستمراريته. فتطور الممثلة كقارئة للنص اللي بنعرض عليها واختيارها للأدوار المناسبة واللي بتليق بموهبتها هو تطور أحيانا بيكون أهم من التطور بالأداء التمثيلي، لأنه بكل بساطة من الممكن أنه يقدم ممثل ما دور رائع من الناحية التجسيدية وينساه الجمهور بسبب خياراته الغير صائبة فيما بعد. كريس بشار بدأت مسيرته الفنية بأوائل التسعينات وتحديدا عام 1992 بمسرحية صانع المطر، ومن بعد انطلقت بعالم التمثيل لتصبح أحد أهم نجماته. أما سلافة معمار فتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1999، لكن كان لها مشاركات درامية حتى قبل تخرجها كضيفة شرف بمسلسل عائلة خمس نجوم، وانطلاقتها الفعلية كانت عام 99 بمسلسل كان يا مكان. بالرغم من الفرق البسيط بعدد السنين، لكن بتتفوق النجمة كريس بشار وبتكسب نقطة كخبرة فنية أطول بمجال التمثيل. ننتقل هلأ للنقطة الثالثة يلي هي الأدوار التاريخية، يلي هي بتحكي عن الشخصيات يلي بتتقدم باللغة العربية الفصحى وأيضا بتشمل أعمال الفانتازيا التاريخية. نبدأ مع كريس بشار يلي شاركت بأربع مسلسلات تاريخية أدت فيهم أهم الشخصيات بمسيرتها الفنية، مثل زبيدة بن جعفر بهارون الرشيد، أناغيم بالعبابيد، بالإضافة لبطولة مسلسل دليلة والزيبة وبالمشاركة بمسلسل سحر الشرق. أما سلافة معمار فشاركت بخمس مسلسلات تاريخية ولعبت بطولة اثنين منهم، بداية مع كان يا مكان يلي كانت أغلب لوحاته يلي شاركت فيها سلافة بالفصحى، وصولا للمشاركة بأهم المسلسلات التاريخية مثل صلاح الدين الأيوبي بدور ماريا والظاهر بيبرز بدور إيزابيلا، وبالسنوات الأخيرة قدمت مسلسل خيبر ولعبت بطولة بمسلسل أوركيديا بشخصية الملكة خاتون. للحقيقة المقارنة الصعبة كون النجمتين مشاركاتهم قليلة نوعا ما بالدراما التاريخية بالرغم من إبداعهم، لكن بالنسبة لحجم الأدوار ووزن الأعمال فالنقطة بتروح لسلافة معمار. ننتقل للنقطة الرابعة يلي هي أدوار البيئة الشامية والتاريخ المعاصر. بدأت كريس بشار إبداعها بهالنوع من الأدوار من مسلسل خان الحرير وحمام الإيشاني يلي يعتبر اليوم من أفضل 20 عمل بالدراما السورية بحسب تصنيفنا، ومن بعدها شاركت بمسلسل شام شريف بدور أمرايا. أما نقطة التحول يلي صنعت من كريس بشار نجمة البيئة الشامية الأولى كان بمسلسل ليالي الصالحية بشخصية سعدية. أداء كريس بشار الساحر بهالدور أكسب البيئة الشامية أحد أفضل نجماتها الشابات، واستمرت كريس بشار بالنجاح بمسلسلات مثل أهل الراية، الأميمي، ومؤخرا بمسلسل خاتون وسوء الحرير.
بداية سلافة معمار بمسلسلات البيئة الشامية كان نوعا ما متأخر، وتحديدا بعام 2008 فلعبت أدوار مهمة بمسلسلات مثل أولاد الإمارية، ومن بعد انقطعت تماما على البيئة الشامية لتعود بمشاركة صغيرة بأهل الرأي. ومن عام 2015 لليوم شاركت سلافة بأربع أعمال شامية أثبتت من خلالهم تميزها بهالنوع من الأدوار بمسلسلات مثل خاتون، بنت الشهبندر، وردة الشامية، ومؤخرا بالحرملك. هي إحدى العناصر اللي واضح تميز كريس بشار فيها عن سلافة معمار، لأسباب أهمها طريقة الأداء بالشخصيات الشامية المركبة، وتانية بسبب الخبرة الأطول بهالنوع من الأدوار، فهالنقطة هي بتروح لكريس بشار. النقطة الخامسة هي الأدوار الاجتماعية. الشخصيات يلي لعبت النجمتين بالمسلسلات الاجتماعية أكسبت للدراما السورية اثنين من أكثر النجمات فرادة: أداء عفوي، تحويل الشخصية الاجتماعية من كلام على ورق لجسد ودم وانصهار روحي مع الشخصية بشكل ساحر. كريس بشار لعبت أهم أدوارها بمسلسل الطير ونساء صغيرات قبل ما تصبح نجمة بالمسلسلات الاجتماعية، بمسلسلات أهمها كان ظل امرأة، ليس سرابا، زهرة النرجس، على قيد الحياة، لعنة الطين، تعب المشوار، وأبداع يفوق الوصف بمسلسل غدا نلتقي. أما سلافة معمار فالدراما الاجتماعية هي ملعب الإبداع الأول، بدأت مع ورود في تربة مالحة وذكريات الزمن القادم، لكن اللي جعل من سلافة معمار أفضل ممثلة سورية بالأدوار الاجتماعية هن بعض الأدوار يلي لليوم يعتبروا أفضل أدوارها على الإطلاق، بمسلسلات مثل خلف القضبان، الانتظار، أشواك ناعمة، الإبداع بالدراما الرومانسية بأرواح عارية والغفران، الشخصيات المتمردة بتخت شرقي وما ملكت أيمانكم وزمن العار، والشخصيات الشديدة الخصوصية بألم حمرة ومسافة أمان. المقارنة صعبة جدا كون النجمتين هن قمة في التميز بالأدوار الاجتماعية، لكن سلافة معمار بتتفوق بها النقطة بسبب تقديمها لأنماط مختلفة جدا من الشخصيات الاجتماعية يلي حصدت عليها جوائز محلية وعربية. النقطة السادسة هي الأدوار الكوميدية. الكوميديا وإضحاك الجمهور بدون أدنى شك هو أصعب ما يمكن أنه يقدم الممثل ضمن مسيرته الفنية. بالنسبة لسلافة معمار في غياب واضح عن المسلسلات الكوميدية، فشاركت ببداية مسيرتها الفنية ببعض المشاهد كضيفة شرف بعائلة خمس نجوم، بالإضافة لدور ثانوي بمسلسل جميل وهنا. أما كريس بشار فكانت بدأت بالكوميديا من خلال المشاركة بمسلسل يوم بيوم وعائلة ست نجوم مع هشام شربجي، بالإضافة لمشاركتها بمسلسل قانون ولكن وبطولة مسلسل حارة على الهواء. تميزت كريس بشار بالكوميديا في لعبة شخصيات عديدة ضمن مسلسل مرايا. النجمتين شاركوا بمسلسل بقعة ضوء بعدد من أجزائه، لذلك صراحة بالأدوار الكوميدية وبالرغم من المشاركات القليلة، لكن تفوق كريس بشار على سلافة معمار بالكوميديا واضح، لهيك هالنقطة بتروح للنجمة كريس بشار. النقطة السابعة هي تنوع الأدوار يلي هو أكبر دليل على عظمة سلافة معمار وكريس بشار، لكن في نجمة واحدة كان تنوع أدوارها ضمن مسيرتها الفنية أكبر. بالنسبة لمسيرة سلافة معمار فأبدعت خلالها بالأدوار الاجتماعية بشكل أساسي وبالشخصيات التاريخية وبالبيئة الشامية، بالإضافة لفرادة أدائها بالأعمال البدوية لكن في غياب واضح عن الأعمال الكوميدية. أما كريس بشار فمسيرتها الإبداعية شملت البيئة الشامية بشكل أساسي، الشخصيات الاجتماعية ثانياً، الكوميديا، وأخيراً أعمال التاريخ القديم. فمن ناحية تنوع الأدوار فالأفضلية هون للنجمة كريس بشار، والسبب الرئيسي هو غياب سلافة معمار عن الكوميديا. النقطة الثامنة هي الأداء العام وإتقان اللهجات. من أصعب العناصر اللي اعتمدنا عليها بهالتحدي هو الأداء العام للممثل وكيفية تناوله للدور. المراحل اللي بتسبق التصوير هي أكثر المراحل أهمية بالنسبة للشخصية يلي رح يأديها الممثل. هالأمر هاد ما بيتعلق فقط بالقراءة العميقة للشخصية، لكن من بعد وصول الممثل للنجومية في احتمال كبير يوقع بفخ التكرار. فالسؤال هو مين النجم الأفضل من ناحية تناول الشخصية على الورق، تحويله لإنسان من لحم ودم بمبادئ وأخلاق وعادات وشكل شخصيات قد تكون بعيدة تماما عن شخصية الممثل الحقيقية. التقييم هاد مبني على عدة عناصر، كان أهم أتقان الممثلة للهجات غير اللهجة السورية وفرادة الأداء واختلافه من مسلسل لآخر. للحقيقة كريس بشار وسلافة معمار هن من أهم النجمات يلي أتقنوا هالأسلوب الطرح الدرامي للشخصيات يلي لعبوها ببراعة، لكن هالنقطة هي بتروح لسلافة معمار يلي لليوم تتناول الدور بشكل ممنهج وأكاديمي جدا، وهالشي هاد أثبتته من خلال أدوارها الرائعة خصوصا بالدراما الاجتماعية، بالإضافة لأتقانها للهجة المصرية الصعيدية واللهجة البدوية. النقطة التاسعة هي الجماهيرية والأقليمية. اليوم الممثل يلي بيقدر يسوق لموهبته خارج حدود بلده لا شك انه بيكون وصل للنجومية العربية. اختراق الدراما العربية خارج سوريا والدراما المصرية تحديدا هو امر في غاية الصعوبة، وبالنسبة للنجمات السوريات هاد امر نادر نوعا ما. جماهيرية ونجومية كريس بشار عربيا امر لا يمكن النقاش فيه، لكن تحسب هالنقطة لسلافة معمار يلي اقتحمت الدراما المصرية من اوسع ابوابها بمسلسل خواجة عبد القادر يلي من خلاله قدرت تتخطى النجومية المحلية بوقت قياسي جدا. النقطة العاشرة والأخيرة هي تقييمنا كفريق كلوز شوتس يلي هو رأينا الشخصي، وقع اختيارنا وتفضيلنا على النجمة سلافة معمار لحتى تكون هي الرابحة بست نقاط على كريس بشار بأربع نقاط. ولهم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم،
نتمنى نعرف آرائكم إذا بتأيدوا المقارنة يلي طرحناها، ونتمنى تعطونا اقتراحاتكم لتحديات النجوم القادمة. لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لحتى يوصلكم كل جديد. تضلوا بخير، كان معكم فريق كلوز شوتس.